قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه سيمضي قدما في إجراء تحقيق في الهجمات على منشآت الأمم المتحدة أثناء حرب إسرائيل الأخيرة ضد نشطاء حركة حماس في قطاع غزة واستخدام مواقع المنظمة الدولية لتخزين الأسلحة. وأبلغ بان اجتماعا شهريا لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط بزيارته لمدرسة للأمم المتحدة في مخيم جباليا حيث سعى المدنيون للحصول على حماية أثناء الحرب. وقال إنه يتطلع إلى تحقيق شامل من قوات الدفاع الإسرائيلية في ذلك وغيره من الحوادث التي تعرضت فيها منشآت الأمم المتحدة لضربات وقتل كثير من الأبرياء. وأضاف أنه يخطط للمضي قدما في لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أخطر تلك الحالات وأيضا في أمثلة عثر فيها على أسلحة في منشآت الأمم المتحدة. ولم يقدم الأمين العام تفاصيل عن لجنة التحقيق. وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من المساكن دمرت أو لحقت بها أضرار في القتال الذي استمر 50 يوما بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين وإن 108 ألف شخص مشردون في القطاع. وفي أحد الحوادث قتل أكثر من 10 أشخاص في مدرسة للأمم المتحدة أثناء قصف إسرائيلي. وأشارت إسرائيل إلى استخدام نشطاء منشآت الأمم المتحدة لتخزين صواريخ كسبب لاستهداف تلك المنشآت. وفتح الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي 5 تحقيقات جنائية في عمليات حرب غزة بما في ذلك الهجمات التي قتلت 4 أطفال فلسطينيين على شاطئ و17 شخصا في مدرسة للأمم المتحدة. وائل جمال، رويترز.